الحمد لله رب العالمين، الحمد لله القائل في كتابه: إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وبعد. أهلا وسهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم المتجدد بفضل الله مع التلاوة. بإذن الله تعالى سنعيش سويا حول المد اللازم وعن أنواع المد اللازم. إحنا عندنا المد اللازم وأنواعه. عرفنا في حلقة أمس ما معنى المد اللازم. النهاردة إن شاء الله سنعيش حول أنواع المد اللازم. طيب، أنا هقول لحضرتك حاجة. أولا، حرف المد لو أتى بعده سكون أصلي، هذا السكون إما أن يكون ساكن وفقط، يعني حرف ساكن فقط، نون وسكون أن فقط، وإما أن يكون بعد حرف المد سكون أصلي مضغم أو مشدد. مشدد يعني إيه؟ يعني كان حرفين وإحنا أضغمناهم في بعض، دي معنى مشدد. يبقى عندي كده حاجتين: سكون وفقط ساكن غير مشدد أو غير مضغم، وعندي ساكن مضغم أو مشدد. طيب، واحدة واحدة، لأن البعض يشعر بصعوبة أنواع المد اللازم. إحنا النهاردة إن شاء الله عاوزين نشرحه بطريقة سهلة. طيب، يبقى إذن عندي سكون مشدد وسكون غير مشدد. طيب، لو حضرتك جاء بعد المد اللازم سكون غير مشدد غير مضغم بنسميه ايه؟ مخفف. تمام؟ طيب، لو اتى بعد حرف المد سكون مضغم او مشدد بنسميه ايه؟ بنسميه مثقل. يبقى احفظ الكلمتين دول: مثقل ومخفف. مد لازم مثقل ومد لازم مخفف. طيب، عاوزين نقسمهم كمان قسمين. لو لقيت المد اللازم حرف الألف أتى بعده سكون أصلي في كلمة، يبقى هنسميه إيه؟ كلمي. طيب، لو لقيت حرف المد بعده سكون أصلي في حرف من الحروف المقطعة زي نون قاف صاد، هنسميه إيه؟ حرفي. أنت حضرتك دلوقتي حسيت بإيه أو شعرت بإيه؟ شعرت إن إحنا عندنا أربع أنواع: مد لازم كلمي مثقل. يعني إيه؟ يعني حرف مد بعده سكون أصلي مضغم في كلمة، مد لازم كلمي مخفف، يعني حرف مد أتى بعده سكون أصلي غير مشدد، يبقى مد لازم كلمي مخفف. طيب، عندنا مد لازم حرفي مثقل، يعني حرف المد أتى بعده سكون أصلي في حرف مضغم أو مشدد، عشان كده سميناه مد لازم حرفي مثقل. عندنا آخر نوع، مد لازم حرفي مخفف، يعني حرف المد أتى بعده سكون أصلي في حرف غير مضغم. خلاص كده؟ طيب، لو سألت حضرتك ليه سميناه كلمي؟ ليه أصلا الأول سميناه لازم ليه؟ لأن حضرتك يلزم مده حالة واحدة، ست حركات، سميناه كده لازم. طب سميناه كلمي ليه؟ عشان السكون جاء بعد حرف مد في كلمة. طب سميناه مثقل ليه؟ عشان حضرتك السكون هذا مضغم أو مشدد. طيب، نرجع للقسم الثاني. سميناه حرفي ليه؟ لأنه وقع في حرف. طيب، سميناه مثقل ليه؟ لأن حضرتك السكون مضغم أو مشدد. طب سميناه مخفف ليه؟ عشان السكون غير مضغم، يعني مخفف، سكون وفقط.
يبقى إذن عندي أربع أنواع. إلى الآن أنا عارف إن حضرتك برضك حاسس إن أنت تايه في هذه الأنواع الأربع. طيب واحدة واحدة هنجيب مثال لكل قسم. مد لازم كلمي مثقل، شوف أنا بركز على كلمة إيه كلمي عشان تعرف إن دي في كلمة مش في حرف. مثقل زي إيه حضرتك؟ زي قال أتحاجوني، هذه الكلمة فيها إيه؟ فيها مدان. ومد بنسميه كده مد لازم كلمي مثقل. ليه بقى؟ عشان أتحا حرف المد اهو بنمده ست حركات أتحاج. إيه اللي جه بعد الألف؟ جه بعده سكون. طيب مشدد يعني كان اصله حرفين واحنا ادغمناهم في بعض، اه مشدد، يبقى احنا بنسميه مد لازم كلمي مثقل. عندك مثال اخر كلمه فاذا جاءت الطامه، الطامه ست حركات. ايه نوع المد في هذه الكلمه؟ مد لازم كلمي مثقل. ليه؟ عشان جه بعد حرف المد سكون اصلي مضغم مشدد. الطامه الميم دي كان اصلها اتنين ميم، واحده ساكنه والتانيه متحركه، خلاص كده الطامه. يبقى دي مثال اخر كده انت فهمت مد لازم كلمي مثقل يعني ايه. طيب عندنا بقى النوع التاني مد لازم كلمي مخفف، ودي سهل جدا. كلمتان في القرآن لا ثالث لهما، مد لازم كلمي مخفف. كلمي يعني في كلمة، مخفف يعني السكون أصلي تمام مخفف مش مضغم مش مشدد، ليس مشددا. زي إيه؟ الآن آل بعد حرف المد جه ايه؟ سكون. سكون كده دائرة تمام، ليس مشددا، سكون فقط، سكون عادي. الآن وقد كنتم به تستعجلون تمام. والآية الثانية الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين، تمام كده. يبقى إذن عندي المد اللازم الكلمي المخفف كلمتان في القرآن لا ثالث لهما. كلمة ليه؟ عشان في كلمة. مخفف ليه؟ ليس مشددا. طيب ننتقل إلى القسم الثالث، مد لازم حرفي مثقل. حرفي يعني في حرف، مثقل يعني مدغم. زي إيه حضرتك؟ زي حضرتك ألف لام لام. اللام ديك في ألف لام ميم، وانت قلت لك الحروف المقطعة دي في حرفي. لام أتى سكون أصلي تمام ليس مشددا أو مشددا، يبقى اسمه إيه؟ مد لازم حرفي مثقل. لام شوف لام، يبقى اللام دي إيه؟ اللام بس، مد لازم حرفي مثقل. طيب كمل كده ألف لام ميم. طب أنا أيضا مديت الميم ميم، الميم ديك مد لازم حرفي مثقل ولا مخفف؟ ها عاوز أسمع منك، مخفف. ليه؟ لأن الميم عليها سكون وليست مشددة ميم. لما لو سألتك قلت لك يا مولانا بين نوع المد في ألف لام ميم، ما تقوليش مد لازم كلمي وخلاص، لا تقول لي اللام يا مولانا، انت تقصد اللام ولا الميم؟ هو في فرق؟ ايوه في فرق. اللام مد لازم حرفي مثقل. شوف كلمه واحده من الحروف المقطعه، شوف عامله ازاي، فيها مدين وكل مد له اسم. يبقى لام مد لازم حرفي مثقل، ميم مد لازم حرفي مخفف. يبقى عندنا كام نوع من انواع المد اللازم؟ اربعه، مد لازم كلمي مثقل، مد لازم كلمي مخفف، مد لازم حرفي مثقل، مد لازم حرفي مخفف. ممكن أسأل سؤال؟ طيب قاف دي نوعها ايه؟ قاف نون صاد دي كلها
مد لازم حرفي مخفف. الآن بإذن الله سبحانه وتعالى نقف عند هذا الشرح، وبعد ذلك نكمل اللي هي الحروف المقطعة كام حرف في القرآن، وإيه الحروف اللي هنمدها لمدة فيها، وإيه الحروف اللي هنمدها 4 حركات، وإيه الحروف اللي هنمدها 6 حركات. الآن بإذن الله نقرأ الآيات من سورة الشورى، الآية 11 الآية 12، وبعد ذلك نسعد ونشرف ونشرف بتلقي اتصالاتكم بإذن الله. الآن نبدأ القراءة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فاطر السماوات والأرض، جعل لكم من أنفسكم أزواجا ومن الأنعام أزواجا، يذرأكم فيه، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. له مقاليد السماوات والأرض، يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، إنه بكل شيء عليم. صدق الله العظيم. معنا أول اتصال، أمل الإسماعيلية. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فاطر السماوات والأرض، جعل لكم الهمزة مرققة. والأرض، جعل لكم من أنفسكم أزواجا ومن الأنعام أزواجا. طب نكمل الغنة، ندي الغنة حقها يا حاج أمل. جعل لكم من أنفسكم أزواجا، حركتين، احنا عارفين الغنة حركتين، وصليهم ببعض. جعل لكم من أنفسكم أزواجا ومن الأنعام أزواجا، يذرأكم فيه، ليس كمثله شيء، سبحانه وتعالى، وهو السميع البصير. له مقاليد البصير. الراء هنا يا حاج أمل مرققة. أيوة. وهو السميع البصير. له مقاليد السماوات والأرض، يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر. عندنا قلقلة القاف وعندنا الراء مرققة. ويقدر. إنه بكل شيء عليم. ما شاء الله، ربنا يحفظك. معنا أيضا متولي من الإسماعيلية، اتفضل يا أستاذ متولي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فاطر السماوات والأرض، جعل لكم من أنفسكم أزواجا ومن أنفسكم. خلي بالك يا حاج متولي، حروف الجر، يعني أي اسم بيجي بعد حروف الجر اللي هي من وإلى وعن وعلى وفي ورب والباء والكاف واللام، أي اسم بيجي بعد هذه الحروف وانت مغمض مكسور على طول، مجرور. زي ايه؟ ذهبت إلى المسجد، من المسجد الحرام، من أنفسكم. تمام؟ جعل لكم من أنفسكم أزواجا ومن الأنعام أزواجا. ضم شفتيك يا حاج متولي. أزواجا ومن الأنعام أزواجا، يذرأكم فيه. يذرأكم يعني يخلقكم فيه.
يذرأكم. يذرأكم فيه ليس كمثله شيء سبحانه وهو السميع البصير. 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 خلي بالك حاجة، بتقول لي الباء، أيوه الباء مرققة، ما تقولش الباء البصير، لا الباء. الباء البصير. تاني، لا الراء له دي مش عاجباني يا حاج متولي، مزعلش مني بقى. البصير. البصير. البصير ماشي. تمام. له مقاليد السماوات والأرض والأرض. والأرض يبسط يبسط الرزق فين لمن السين؟ فين يا حاج يشاء متولي؟ ويقدر. على فكرة يعني الآيتين دولك مع انهم صغيرين بس فيهم احكام كبيره او كتيره. يا باسو سو، السين مرققه والطاء مفخمه، يا باسوتو يا باسوتو. يا بصوتو لان انا سامعها صاد، تقول يا باسوتو، لا يا يا باسو. بصوت الرزق لمن الري يشاء الري ويقدر. الري الري الراء مرققه. يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر. 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 دير. 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 ويقدر. تاني تاني إنه بقى له يا حاج متولي، يا أيوة باسط الرزق لمن يشاء ويقدر. يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر. جميل كده، جميل جدا. إنه بكل شيء عليم. بارك الله فيك يا حاج متولي، أسأل الله أن يحفظك. مشاهدينا أكارم، فاصل ونواصل. عدنا إلى حضراتكم والعود أحمد، معنا ليلى من الجيزة. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فاطر السماوات والأرض جعل لكم من أنفسكم أزواجا أزواجا ومن الأنعام أزواجا أزواجا يزرعكم فيه. لا يا حاجة، يا حاجة ليلى، نعم القراءة طيبة وجميلة وماتعة، لكن يزرعكم فيه. يزرعكم فيه. لا انت عملت اخفاء، اخفيت الميم في الفاء، ودي انت عارفة حضرتك دي حكمها ايه؟ اخفاء شفه. لا مش اخفاء شفوي، دي الميم. اظهار انا معاك يا اظهار. الميم لما يكون بعدها فاء بنسميها ايه؟ اظهار. اظهار شفوي. يبقى طب اقولها ازاي؟ اظهر الميم يزرأكم فيه. ايوه. ما اعملش، ما اقولش يزرأكم، دي غلط خطأ ولحن جلي. يزرأكم فيه. احسنتي. ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. له مقاليد السماوات والأرض يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه بكل شيء عليم. ما هذا الجمال يا حاجة ليلى؟ ما شاء الله، أحسنتي، بارك الله فيك. معنا ريم من قنا. أيتها الريم، أين أنت؟ السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. أقرأ؟ تفضلي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
فاطر السماوات والأرض جعل لكم من أنفسكم أزواجا جعل لكم من أنفسكم أزواجا ومن الأنعام أزواجا يذرأكم فيه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير له مقاليد السماوات والأرض يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه بكل شيء عليم. بارك الله فيك يا ريم، بس عندي ملحوظة واحدة بس. أحكام الجميلة والمخارج والصفات ما شاء الله، لكن حضرتك عندك مشكلة. إيه الإشكال ده؟ الإشكال إن حضرتك لم تلتزمي بوقف المصحف. يعني عندك فاطر السماوات والأرض، قفي عليه، جعل لكم من أنفسكم أزواجا ومن الأنعام أزواجا، عندك وقف، يزرأكم فيه، عندك وقف، ليس كمثله شيء، عندك وقف، له مقاليد السماوات والأرض، عندك وقف، يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، عندك وقف. تخيلي كل الوقوف دي كلها انت حضرتك لم تقفي عليها. فرجاء من حضرتك وكل السادة المشاهدين، عندنا وقفات في المصحف، تمام؟ احنا نلتزم، والوقف والابتداء مهم جدا جدا جدا. ليه؟ لان حضرتك ممكن تقفي على كلمة تغير المعنى تمام، وممكن تبدأ ببدء ايضا يغير المعنى. فاحنا مطالبين بالالتزام بالوقف والابتداء، وباب الوقف والابتداء في التجويد يعني من الموضوعات المهمة جدا في التجويد. اسأل الله ان يبارك فيك يا رب. معنا الحاجة نعمة من القاهرة. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فاطر السماوات والأرض جعل لكم من أنفسكم أزواجا من الأنعام أزواجا يزرأكم فيه يا حاجة نعمة. حاجة اسمعيني بس كده. الذال ساكنة والراء مفتوحة والهمزة على الواو دي مضمومة. يزرأكم طبعا الصوت مش واضح وانا مش سامع كويس. نخش على أميرة قنا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فاطر السماوات والأرض جعل لكم من أنفسكم أزواجا. لا أنفسي، بيني الكسرة بتاع السين دي. أنفسكم أزواجا ومن الأنعام أزواجا يذرأكم فيه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير له مقاليد السماوات والأرض يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر ويقدر إنه بكل شيء عليم. بارك الله فيك يا أميرة. معنا نورة من اسكندرية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فاطر السماوات والأرض جعل لكم من أنفسكم أزواجا ومن الأنعام أزواجا يذرأكم فيه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير له مقاليد السماوات والأرض يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر ويقدر إنه بكل شيء عليم. بارك الله فيك يا نورة. ما أجمل هذه القراءة. معنا بسملة أيضا من اسكندرية. السلام
عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام يا بسملة، عاملة ايه يا بسملة؟ الحمد لله. بسم الله الرحمن الرحيم، فاتر السماوات والأرض، جعل لكم من أنفسكم أزواجا ومن الأنعام أزواج. أزواجا، بنسمي المد ده ايه؟ عوض عن التنوين. أزواجا أزواجا، يزرعكم فيه، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. الباء الباء البصير البصير، له مقاليد السماوات والأرض، يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر ويقدر ويقدر، إنه بكل شيء عليم. ما شاء الله يا بسملة، قراءة جميلة. لكن أزواجة دي تنوين، لو وقفنا عليه أزواجة. طب وصلنا أزواجا ومن الأنعام أزواج. بارك الله فيك يا بسملة. معنا فوزية من أسيوط. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فاطر السماوات والأرض. لا فاطر. فاطر السماوات لا والأرض. لا فاطر. أنا عندي في القرآن يا فوزية، في القرآن عندي فاطر وعندي فاطرة وعندي فاطري. فاطري زي ايه؟ قالت رسلهم افي الله شك فاطر السماوات والارض، قل اغير الله اتخذ وليا فاطر السماوات والارض. وعندي فاطرة، قل اللهم فاطر السماوات والارض في سورة الزمر، عالم الغيب والشهادة. وعندي فاطر هنا بقى في سورة الشورى، فاطر فاطر السماوات والأرض. السماوات السماوات والأرض، جعل لكم من أنفسكم أزواجا ومن الأنعام أزواجا يزرعكم فيه. يا فوزية أنت عندك الأحكام، مفيش أحكام، تمام؟ فإحنا عاوزين نتعلم مع بعض نقرأ بالأحكام، لأن قراءة القرآن لها خصائص ولها ضوابط ولها قوانين بتحكمها. ماشي. إزاي بقى؟ جعل، اسمعيني كده، جعل لكم من أنفسكم أزواجا ومن الأنعام أزواجا. جعل لكم من أنفسكم أزواجا. أنفسكم أنفسكم أزواجا. أنفسكم أزواجا. أنفسكم أزواجا ومن الأنعام أزواجا يزرعكم أزواج. أتوفي عليها أزواج. ومن الأنعام أزواجا يزرعكم فيه. أزواجا يزرعكم فيه. أزواجا يزرعكم فيه. يزرعكم فيه. ليس كمثله شيء. ليس كمثله شيء. ليس كمثله شيء. شيء. هو السميع البصير. وهو السميع. له مقاليد السماوات والأرض. يبسط الرزق لمن يشاء ويبسط الرزق. يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر. يا أستاذة فوزية، واحد أنت مستعجلة؟ إيه؟ يعني عاوزين نتعلم، تمام؟ ونقرأ صح. يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر. يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر. لمن يشاء ويقدر. يشاء. لمن يشاء ويقدر. يشاء ويقدر. لمن يشاء ويقدر. إنه بكل شيء عليم. بارك الله فيك. حاجة فوزية، طبعا في لكل السادة اللي بيسمعونا في أحكام، يعني لما تلاقي واحد زي حاجة فوزية كده أو حد زي حاجة فوزية، تمام، أنت لازم تتدرج معاه في التعليم، تمام. يعني الحاجات اللي هي الظاهرة الجلية الواضحة إحنا بنردها فيها، الحاجات اللي هي الخفية التي يعني لا يعرفها إلا المتخصص
انا ما ارضاش اقول لها دلوقتي. ليه؟ عشان ما يأسهاش في قراءة القرآن، لا بالعكس بشجعها واحببها واقول لها لا ما شاء الله قراءتك طيبة وجميلة، بس في ملاحظات بسيطة وابدأ معاها خطوة خطوة. معنا سهام من القاهرة. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. فاطر السماوات والأرض جعل لكم من أنفسكم أزواجا ومن الأنعام أزواجا يذرأكم فيه، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. له مقاليد السماوات والأرض يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، إنه بكل شيء عليم. ما شاء الله، بارك الله فيك يا سهام. مشاهدينا الكرام الأكارم الأفاضل، فاصل ونواصل. عدنا إلى حضراتكم والعود أحمد. معنا غريب الإسماعيلية. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. فاطر السماوات والأرض جعل لكم من أنفسكم أزواجا ومن الأنعام أزواجا يذرأكم فيه، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. البصير. وهو السميع البصير. لا البصير. له مقاليد السماوات والأرض يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، إنه بكل شيء عليم. ما شاء الله يا أستاذ غريب، بس يعني أوصيك بالالتزام بالوقف على وقف المصحف مع الاهتمام بأحكام الراءات. معنا أسماء من القاهرة. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. فاطر السماوات فاطر السماوات والأرض جعل لكم من أنفسكم أزواجا ومن الأنعام أزواجا يزرعكم فيها. لا يذرأكم فيه. يذرأكم فيه. ليس يزرأكم. يزرأكم. يذرأكم فيه. ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. له مقاليد السماوات والأرض يبسط الرزق. يبسط. يبسط. يبسط الرزق. يبسو، السين مضمومة والطاء مضمومة. يبسط. يبسط الرزق لمن يشاء. لا الراء عندك فيها. يبسط الرزق. يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر. 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 إنه بكل شيء عليم. بارك الله فيك. معنا شادية، تفضلي. طيب عقبال ما حد يجي. تمام، احنا عندنا موضوع مهم جدا. ايه الموضوع ده؟ احكام الراءات. انا مش عارف الناس مستصعبة الراءات مع انها يعني سهلة جدا. انا اقول لحضرتك حاجة، في الكتب كلام كثير جدا حول الراءات، لكن الخلاصة في باب الراءات ان الراء حضرتك اما ان تكون مفتوحة او مضمومة او مكسورة او ساكنة. اربع حالات: مفتوحة، مضمومة، مكسورة، ساكنة. طيب لو مفتوحة او مضمومة فخمها وانت مغمض. تمام، يعني فخمها يعني را رو. تمام، لو مكسورة بنرققها ري. طب لو ساكنة
نشوف اللي قبلها، لو اللي قبلها مفتوح او مضموم نفخم الراء، لو قبلها مكسور نركك الراء. دي ملخص احكام الراءات. معنا محمد اسكندريه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمه الله تعالى وبركاته يا محمد. الحمد لله. الله يحفظ حضرتك يا رب. اقرا. اتفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. فاطر السماوات والأرض جعل لكم من أنفسكم من أنفسكم يا محمد، دي إظهار حلقي. من أنفسكم. لا بتعمل ليه كده؟ بتعمل من ليه؟ بتعمل كده ليه؟ نعم شيخ. انت عارف يا محمد إظهار يعني ايه؟ لا شيخ ما مش دارس بصراحة يعني. انت في سنة كام يا محمد؟ يا محمد. نعم شيخنا محمد. انت في سنة في العام الدراسي كام؟ لا حضرتك انا مخلص كلية. ما شاء الله عليك. طيب الإظهار واحدة واحدة، انت قراءتك طيبة وجميلة تمام، لكن فيها بعض الملاحظات ان شاء الله لو عملتها تبقى ان شاء الله يعني 10 من 10. من انفسكم دي اسمه اظهار حلقي تمام. الاظهار يعني ايه؟ من ما اعملش من اما انفسكم فيها اخفاء. اقول ازاي؟ انفسكم جعل لكم من انفسكم ازواجا. جعل لكم من أنفسكم أزواجا. تمام كده شيخنا؟ تمام يا محمد. ومن الأنعام أزواجا يذرأكم فيه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. له مقاليد السماوات والأرض يبسط الرزق لمن يشاء. يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر. اوصلها بقى يا محمد، اوصل اكل لا. يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه بكل شيء عليم. بارك الله فيك يا محمد. معنا سنية من الشرقية. تفضلي يا أستاذة سنية. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فاطر السماوات والأرض جعل لكم من أنفسكم أزواجا ومن الأنعام أزواجا يذرأكم فيه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. له مقاليد السماوات والأرض يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه بكل شيء عليم. بارك الله فيك يا حاجة سنية، ربنا يحفظك يا رب. معنا عبد الحميد المنوفية. أستاذ عبد الحميد تفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. دي صيغة من ضمن الصيغ اللي هي الجائزة إن حضرتك تقرأ بيها، لكن الصيغة المختارة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم عملا بقول الله تعالى فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، لكنها صيغة جائزة وقرئ بها ولا شيء فيها، لكن أردت أن أنبهك. بارك الله فيك يا شيخ. ربنا يحفظك يا حبيب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فاطر السماوات والأرض جعل لكم من أنفسكم أزواجا ومن الأنعام أزواجا يذرعكم فيه
ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. الباء البصير. ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. جميل يا أبو حميد، حلو. له مقاليد السماوات والأرض يبسط الرزق لمن يشاء. لمن يشاء ويقدر، إنه بكل شيء عليم. بارك الله فيك يا أستاذ حميد. معنا ليلى من القليوبية. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فاطر السماوات والأرض. جميل يا حاجة ليلى، بس انت زودت الألف شوية. جعل لكم من أنفسكم أزواجا ومن الأنعام أزواجا يزرعكم فيه، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. له مقاليد السماوات والأرض يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، إنه بكل شيء عليم. بارك الله فيك يا حاجة ليلى، لكن ملحوظة بسيطة حضرتك قرأتي فاطر. فاطر دي مد طبيعي حركتين فقط، وما ينفعش زود المد عن كده، هي فاطر السماوات والأرض. تمام، يبقى فاطر السماوات والأرض. بعد ذلك معنا سهير من القاهرة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فاطر السماوات والأرض جعل لكم من أنفسكم أزواجا ومن الأنعام أزواجا يزرؤكم يزرأكم فيه، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. له مقاليد السماوات والأرض يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر. وزود الغنة بتاع الإضغام بتاع لمن يشاء. لمن يشاء ويقدر. وانا عاوز حضرتك وانت بتقرأي يا استاذ سهير يبقى عندك ثقة اكثر من ذلك. انه بكل شيء عليم، يبقى كل حرف واضح وكل حرف بيخرج من مخرجه الصحيح. تفضلي يا حاجة سهير. انه بكل شيء عليم. بارك الله فيك، أسأل الله أن يحفظك. معنا السيد من الفيوم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخنا؟ ازيك يا السيد؟ الله يبارك فيك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فاطر السماوات والأرض جعل لكم من أنفسكم أزواجا ومن الأنعام أزواجا يزرأكم فيه، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. له مقاليد السماوات والأرض يبسط الرزق يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر. يبسط الرزق السين لمن يا أستاذ السيد، السين مضمومة، يا باسو وليس يا باسي،
يبسطُ يبسطُ الرزق لمن يشاء ويقدر إنه بكل شيء عليم. صدق الله العظيم، صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. افتح لنا يا ربنا فتوح العارفين، افتح لنا يا ربنا خزائن رحمتك وخزائن رزقك وخزائن علمك، إنك على كل شيء قدير. مشاهدينا الكرام، وصلنا بحضراتكم بفضل الله إلى نهاية هذه الحلقة المباركة وإلى نهاية هذا اللقاء الطيب، وإلى أن نلقاكم بإذن الله في حلقات أخرى. نترككم في رعاية الله وأمنه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.